بخصوص هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب اتحاد الاعضاء اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المقاول للمغرب، والذي جاء عن اجل هو من اجل التضامن مع المقاول الشقروني نتيجه للحكم الذي نعتبره حكم غير منصف ومجحف، واكثر من هذا نعتبره حكما ظالما في حق هذه المقاوله. هذا الحكم الذي صدر عن امس بتاريخ 11/10/2018، هذا الحكم الذي صدر عدد 350/2018، والقاضي بنقد الحكم المستأنف وارجاعه مره ثانيه الى المرحله الدرجه الثانيه. هذا الحكم الذي استغرب له الجميع، واستغرب له تحت الدفاع ديال الشركه، وحتى الدفاع ديال الاتحاد الاتحاد المقاولين، واللجنه القانونيه للاتحاد كذلك هي استغربت لهذا الحكم الذي نعتبره حكما مجحفا ومضرا وظالما في حق المقاول. هذه المقاولة تقاضت مدة 8 سنوات، بنات عمارة بناء من 3 طوابق، وبناتها العمارة قائمة، تمت إجراء 5 خبرات بخصوصها وعدة جلسات البحث، وصدر حكم لصالحها ابتدائيا واستئنافيا. وللأسف عندما تنفيذ الحكم نتفاجأ ب طلب بقرار محكمة النقد بإيقاف التنفيذ إلى الحد في الحكم ديال النقد في الموضوع. هو موضوع ديال الاجتماع اليوم الذي تم نقده لأننا حنا أولا هذه الهيئة اللي حكمت في الملف وجهنا شكاية ضدها إلى السيد رئيس المنتدب ديال السلطة القضائية. وجهها الاتحاد، وجهتها المقاوله، وجهها الدفاع الاستاذ الدفاع ديال الشركه الاستاذ المسكيني من هيئه مدينه فاس. وهذه الشكايه هي شكايه خطيره تتضمن وقائع يجب فتح تحقيق فيها. للاسف ان السيد رئيس السلطه القضائيه لم يامر بفتح تحقيق. هنا كانت محابه للطرف الاخر، لان هناك اخطر من هذا. تيقول لك بان الحكم التنفيذ لا ي... التنفيذ الحكم ان التنفيذ النقد لا يوقف التنفيذ. متى نجيو هنا تلقاو بان احكاما كاين الاحكام اللي تتنفذ، كاين الاحكام اللي ما تتنفذش، تيقول لك في الانتظار البت فيها امام محكمه النقد. وهنا تلقاو بانه ملي تنقول اعطونا الاسباب، واش كاين شي نص قانوني تيقول لك بانه النقد يوقف التنفيذ؟ تيقول لك لا، هذه اعراف. واش حنا امام قانون تنطبقوا القانون ولا امام اعراف؟ اذا كانت هذه المحكمه تحكم بالاعراف نحيدوا القانون نحكموا بالاعراف. ما عندهم حتى سند قانوني باه علاش يبازيو عليه. تيوقفوا الاحكام ظلما وعدوانا. في الوقت لأن القضاء يجب أن يكون منصفا للمقاولة، لأن هي المحرك الاقتصادي، وأن المقاولة المتوسطة راهي تتمثل 95% من النسيج الاقتصادي ديال المغرب ديال البلاد. وهذا خطاب صاحب الجلالة، راه في خطاب صاحب الجلالة راه قالها. ولكن للاسف الا كان هذا المقاول ظلموا هذه المقاوله هذه الاداره والتجا القضاء ولقاه حتى هو ظالمه، فين غادي يمشي هذا المقاول؟ هناك مقاول مشاو للحبس، كاين مقاول اللي حما، كاين محرك اش وقع عليه، كاين اللي جا فيه الامر جميع الامر المجموعه فيه وانا منهم، فهمتيني؟ نتيجه لاننا ولينا جينا نحاربوا الفساد ولينا حنا مفسدين. وهنا تنقول انا لا غيجي عندي شي مقاول اليوم يقول لي ودي بغيت نحارب الفساد، نقول له سير عطي الرشوه، لانك غيوقع لك بحال اللي وقع لنا، لاننا هنا الدوله هي تدير الشعارات ديال محاربه الفساد، وهو من اجل هو محاربه الفساد هو من تلميح صوره المغرب امام الخارج وليس بتفعيلها. الرشوه استفحلت بشكل خطير. هنا مقاولين تيجي عندنا تنقول له ودي سير، لانني غنورطو لا غاليش نقول لي سير دير لي كامل وجيبه ودير ليه، ماشي هذا هو الحل. لان الدوله لان القضاء ما غينصفوش، الاداره تتمشي 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 ضده، فين غادي يمشي هذا المقاول؟
كان الملك صاحب الجلالة نصره الله يحط في جامع الخطابات ديالو عايجب على تنفيذ الأحكام وتسرع ببتها وأخذ بيد المقاولة المغربية وتشجيعها، فهمتيني؟ للأسف تلقوا بأن هناك جهات ضد هذه السياسة الملكية. واش تحاربوا السياسة الملكية ولا تحاربوا المقاولة المغربية ولا هما مصطفين في الفساد؟ لأن هاد المفسدين راهم اللي خرجوا على هاد البلاد وغادين بها الهوية. ولكن كحنا ملي تنجي نحاربوا الفساد، انا كنت اول مقاول مغربي تفضح الفساد، وليت انا هو المفسد وليت اكثر من هذا بانني تشرط وباقي المقاول. وبالله عليك واش الاشغال كلها قائمه؟ تشوف عماره، تشوف اداره مدرسه كلها مصلوحه من 2010 باقي ما تخلصش فيها، تشوف المطبعه الرسميه الامانه العامه الحكومه كذلك حتى هي اللي تتشرع حتى هي. وكلاك كي بغيتي انت انك انت غتمشي تجي تمشي في هذه البلاد تزيد الاستثمار. انا تنقول نشد فلوسي تمشي بحال تمشي بحالتنا. الاتحاد قرر المشاركه، حنا ما كناش نشاركوا في المسيره ديال محاربه الفساد غدا، ولكن نظيرا تطورت غنشاركوا في الاتحاد، غيشارك بسميتو. ومن بعد قرر ان من الاسبوع الداخل يوقف احتجاجيه امام مقر السلطه القضائيه من اجل التنديد بهذه الاجراءات، وكذلك وقف امام برنامج لان المقاولة المغربيه اصبحت منهكه وفي خطا ومفلسه وليس وما كاينش الرغبه لا ديال الدوله باش 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 تساندها ولا رغبه ديال القاضي. لان المقاضي فين تيمشي المتقاضي؟ خصو يحس بالامن القضائي. ان الدستور راه قال الامن القضائي، راه ذكر الامن القضائي، ولكن هنا الامن القضائي ما تنحسوش به، ما عندناش الامن القضائي. كان الملك محمد السادس نصره الله قال المقاوله تحتاج الى تقييد الدوله والمجتمع. هنا ما كايناش، ما توفراش، راه ما كايناش، لان هنا تيمشيو هاد الناس ضد التوجهات ديال صاحب الجلاله. انا اقولها من هذا المنبر يا صاحب الجلاله، التوجهات واش حنا دابا حنا واش نلتجئوا للمنظمه الدوليه من الدفاع على حقوقنا؟ حنا نناضل من داخل بلدنا، هذه داخل بلدنا. وانا اؤكد على هذه القضيه لان حنا هناك منظمات دوليه تطالبنا من اجل اثاره هذه الملفات، ولكن حنا ندافع على من داخل البلد. ولكن الا بغاونا نمشيو للمنظمات وندافعوا حقوقنا امام المنظمات ونمشيو للاعلام ونعطيو الصوره قاتمه على المغرب، راه هما اللي تيدفعونا لهذا الشيء. هذا هو اللي جعل الاتحاد المقاولين وقع الشيء، دار هذا الشيء مع العجل ويدق نقص الخطر. وهذا الشيء ما كناش بغينا نديروه الا بطلب من اتحاد من الاعضاء، هما اللي اكدوا عليا ضروري الدار من اجل تنوير الراي العام وارساله الى المسؤولين.